صباح الخير، يعطيكم الله العافية. وصلنا للرقم 16. الرقم 16 لكن شو مطلوب منا فيه؟ عاطينا الموليكول A، قايلين عنا انه هي كيرال. هلا بأول سؤال طالبين منا بدهم الكونفيجوراسيون للدوبل ليزون ولا الكربون السيمتريك بهيدي الموليكول. كدوبل ليزون تطلع معنا ترانس. اكيد عم بعطي الجواب دغري حتى ما ضيع وقتنا باشياء حكينا عنها كثير قبل مره. ترانس عشان هول اثنين جروب هن بيكونوا بريوريتير، بترجعون انتم بتعرفوا ايش طلعوا بريوريتير. والكونفيجراسيون الكربون السيمتريكي بيطلع معنا ار، لكن علشان بيطلع عندي هذا الكربون السيمتريك هون عنده أربع جروب هن واحد أربعة ثلاثة، وهيدا عبارة عن جروب رقم اثنين. لكن البرودوي هيدا في عنده الكونفيجراسيون هي عبارة عن E فاصلة R. أكيد بيعني بالـ E هي الكونفيجراسيون للدوبل ليزون والـ R للكربون السيمتريك. البارتي B طالبين منا شو هن الإيزومير بوسيبل للكومبوزي، يعني شو هن الاحتمالات يعني لباقي الايزومير لهالبرودوي هيدا. نحن هلا بالنسبه لنا في عنا بهيدا البرودوي سي دوبل ليزون سي، في عنا كربون اسيمتريك. بين نحن معنا لحد هلا بهيدا البرودوي الايزومير اللي هو مرسوم، يلي هو في عنده E وعنده R. يعني عندي هون الايزومير لكان E R R. اليوم التاس عاطل ان شاء الله ما يعقد معنا الانترنت. هلا شو هن لكن باقي الاحتمالات لكن غير الايزومير اللي نحن رسمين اللي هو العباره على الاو ار؟ الدوبل ليزون فيها تكون سيس وترانس، والكربون اسيمتريك فيه يكون شو ار و اس. معناتها لما تكون الدوبل ليزون ترانس فيكون الكربون اسيمتريك R مثل ما نحن رسمينه وفيكون S، ولما تكون الدوبل ليزون سيس كمان فيكون R وفيكون S. لكن هذا البرودوي في عنده أربعة إيزومير اللي هن اللي مرسومين قدامكم، لكن الـ ER ES ES ZR و Z اس. لكن الجواب على على البارتي بي اللي زطر ايزومير لكن هن عباره عن او اس زد ار وزد اس، اضافه اكيد للاو ار، اضافه للاو ار. رقم 17 قايلين هون في عنا البرودوي A، طالبين منا بالبارتي A من هيدا السؤال انه نعمل بروجيكسيون دي نيومان حسب الكربون دو كربون تروا، يعني معناتها بدي اطلع فيه من هون بهيدا الاتجاه. هن محددين، رسمتها مرة تانية انا هون لكن انا عم اطلع فيه لكن بهالاتجاه هيدا من الكربون دو للكربون تروا مثل ما هن طالبين. بيطلع معي الجواب هو لكن حكتبه اكيد دغري، هيدا دو هيدا تروا سي اش او، حكتب الجواب دغري على الكربون فرونتال سي اش او ميتيل هيدروجين، على الكربون اريير سي بي ار و اش. مثل العاده بحال في غلطه سرعه مثلا او اي شيء هلا او باب المحاضرات تذكروني فيها، لكن هذا هو لكن الجواب على البارتي A. نجي للبارتي B. البارتي B لكن طالبين منا بهيدي البارتي اللي هي عباره عن البارتي B بدهم العلاقه بين هودي البرودوي
بين بعضهم البعض، هؤلاء برودوي بين بعضهم البعض، وبالتحديد بين كل اثنين اللي هن بين واحد واثنين وواحد وثلاثة، بين واحد والأربعة، بين اثنين والثلاثة. هلا أول شيء نحن ننتبه له نتأكد منه إنه هود الأربعة برودوي هن ستيريو إيزومير. كيف يعني عندهم كيف يعني ستيريو إيزومير؟ يعني في عندهم ذات الفورمول استركتورال. طلعوا مثلا هيدا الكربون عليه CH3 بار، عنا اثنين كربون، كربون عليه ميتيل بار هيدروجين، وكربون عليه ميتيل الديد هيدروجين. اطلعوا بالباقيين بالرقم 2 والرقم 3 والرقم 4 بغض النظر كل واحد وين هو قدام او ورا، بيطلع في عندي الاثنين كربون هن ذاتهم، وكمان بالآ في عندي كمان كربون عليه ميتيل بار هيدروجين وكربون عليه الديد ميتيل هيدروجين. خلاصه انه هود الاربعه برودوي اضافه للبرودوي ا كمان عشان حكون بحاجه له بالبارتي اللي بعد منها، هن عباره عن ستيريو ايزومار في عندهم ذات الفورمول استركتورال. في عندهم ذات الفورمول استركتورال. لكن انا لحتى اقدر اجاوب على السؤال اللي هو البارتي بي، بدي اجيب الار والاس بكل وحده من هودي الاربعه. وبما انه بالبارتي سي حيطلب العلاقه بين الا وبين الا 4، كمان فرد مره شو حاعمل؟ راح اجيب الار والاس بالا. يعني الخلاصه هلا هون هيدا السؤال اللي هو البارتي بي والبارتي سي هو عباره عن سؤال رولاسيون ستيريو شيميك لكن بين البرودوي بين بعض البعض. بما انه هن عباره عن ستيريو ايزومير في عندهم ذات الفورمول استركتورال، راح جيب لكن الار والاس بكل واحد، وبعد منا بصير موضوع كتير سهل انطلاقا من القواعد اللي انا بعرفها. لكن تجيب الار والاس للكل، لكن حبلش انا اول شيء بالآ. الآ هيدا الرقم 2 بيطلع معي عباره عن ار، والرقم 3 بيطلع معي عباره عن ار كمان. لكن رقم 2 ار ورقم 3 ار، فأكيد بين يومان كمان، يعني هيدا عبارة عن 2R 3R 2R 3R. وهون أكيد نيومان لل 2R 3R أكيد حتكون 2R 3R 2R 3R. هلأ الباقيين هون، لكن في عندكم كذا طريقة يا صبايا شباب لحتى تجيبوا الR والS بهود الأربع برودوي. يا أما بتجيبوا الR والS انطلاقا من الصفر بدون ما تستعمل او تستفيدوا من الكونفيجوراسيون للآ، بتجيبوا الار والاس بالآن بالدو بالتروا وبالكاتر مثل ما تعلمناه بالكور، او انه اذا بدكم بحال انا كنت جايب الكونفيجوراسيون للآ اللي هي عبارة عن كرام ونيومان، فيني ببعض الحالات استفيد منه لحتى استنتج الكونفيجوراسيون بهود الاربعة برودوي. انت لا من اي فكرة، انت لا من فكرة انه بحال في عندي كربون اسيمتريك وعنده بيرميتاسون لاثنين جروب بين بعض البعض، شو بيعمل؟ بيعمل انفرسيون دي كونفيجوراسيون. تنبلش لكن بالبارتي بالرقم واحد. هل يا ترى هلا اول شيء اكيد بهود الاربعه كلياتهم، حتى بس انه نخلص من هذه المرحله، بدي احدد لكن وين هو الدو وين هو التروا. مثل اي مثل العادي بدي احدد وين هو الدو وين هو التروا. هيدا الكربون تروا، هيدا الكربون دو، هيدا هون دو، هيدا هون تروا، هيدا دو، هيدا تروا، هيدا دو، هيدا تروا. مثل ما حكينا على ذات الفورمولا استركتورال منجيب الار والاس. لكن هلا لكن تنفترض انا يا بجيبه من الاول بغض النظر عن شو في عندي بالآ، يا اما بستنتج من الآ لكن كل واحد شو عنده كونفيجراسيون. اذا بستنتج من الآ مثلا حتى نسهل على حالنا شوية وقت، الآ شو الفرق بينه وبين الآ؟ بلاحظ انه الرقم 2، الرقم 2 اللي معكم اياه قبل احرح بلش بالرقم 3، الكربون 3 اذا بتطلع فيه حصغر شوي الرسمه، لكن الكربون 3 هو ذاته عندي بالآ وبالآن، لكن
عندي اياه بالاثنين هو زيته، فاذا الكربون تروا هو عباره عن ار، بضلوا ار. الكربون رقم اثنين الكربون رقم اثنين لكن اذا بلاحظ في عندي بيرميوتاسيون بين الاش وبين السي اش تروا، بين الاش وبين السي اش تروا، هون كانوا لقدام ولورا، هون انعكسوا هول الاثنين. شو معناتها؟ معناتها انه هو كان ار عندي اياه هون بصير اس، بصير اس. بس حتى ما لكن هون صار في عندي بيرميوتاسيون بصير اس، معناتها انه هيدا عباره عن دو اس تروا ار. كثير منيح، هيدا اول واحد. الثاني هلا اكيد اذا بدي استنتج بستنتج من الار نيومان مش من كرام، مقارنه مع الار نيومان لكن شو عندي لكن هلا هون بنبلش بالرقم 2. الرقم 2 لكن اللي عندي اياه هون هيدا مقارنه مع الرقم 2 اللي عندي اياه بالار، بلاحظ انه في عندي بيرميوتاسيون للسي والاش، السي والاش بين بعضهم البعض عملوا بيرميوتاسيون، عملوا بيرميوتاسيون، معناتها لكن الرقم 2 كان ار شو بصير؟ بصير اس. الرقم 2 لكن بصير اس. رقم 3 هلا بحاله طلعت فيه وهون انتبهوا له كثير منيح، عمل المعروف. رقم 3 لكن اذا بدي دقق فيه مقارنه مع الآ بلاحظ انه صار في عندي روتاسيون وبيرميوتاسيون. طبعا بوضح لكم اياها هون لكن حتى ما تضيعوا فيها. لكن بالآ الرقم 3 كيف عندي الكربون اريار؟ لكن بالآ كربون رقم 3 يعني الكربون اريار كيف عندي؟ عندي سي بآر وآش. هذا الرقم هو الرقم 3 الكربون 3 عندي اياه. كيف تحول هالكربون رقم 3 هذا الكربون 3 من الا للا دول اللي عندي اياه هون انا هلا؟ كيف تحول؟ عمل روتاسيون، عمل روتاسيون، يعني رح ارسم انا هلا الكربون رقم 3 بالادو. هلا كيف عندي اياها بالادو؟ بعد ما انا شوف شو اللي صار معنا بار اش و سي اش تروا. هيدا الكربون رقم 3 لكن هيدا بالا وهيدا بالا دو وهيدا بالا دو لكن. طيب بالا وبالا دو لكن شو بلاحظ احنا الفارق عنا؟ بلاحظ انه البار عملت روتاسيون تنفترض صارت هون، او رح حله بطريقه تانية اوضح نفكر فيها يمكن شويه تلاقوا فيها صعوبه. هلا حتى قبل ما احيي هالطريقه يمكن لاني شوي يمكن فهمان الكور اكثر من غيره، شو بلاحظ هلا حتى من الرسم اللي رسمها هون بين الا والادو هون اللي صار معنا انه البئر عملت روتاسيون يعني صارت هون، وبعد منها صار في عندي بيرميوتاسيون، وبعد منها صار في عندي بيرميوتاسيون. روتاسيون وبيرميوتاسيون اول شيء بقوله انا انه لا روتاسيون لي شونج با لا كونفيغوراسيون، يعني روتاسيون ما بعطيه اهتمام انا بالنسبه للكونفيغوراسيون، ما بتغير الكونفيغوراسيون، اذا كان ار بضل ار واذا كان اس بضل اس. بهمني الشيء الثاني من اللي صار معنا انه صار في عندي بيرميوتاسيون. بيرميوتاسيون شو معناتها؟ معناتها هو كان ار بصير اس. هلا للي ما صعبه كثير هالطريقه لكن حنرجع فكر فيها بطريقه ثانيه. هون لكان البئر هي فعليا عملت روتاسيون صارت بئر و سي و اش. لكن رح برجع عيد لكن
تاني طريقة بالشرح بعد الطريقة اللي شرحتها، يمكن البعض ما يكون بيقول مصاب أول طريقة. الكربون رقم 3 بالآ، بالآ عندي هيك بهالشكل هيدا، عمل روتاسيون البئر، انتبهنا صار هون، هي هون. وبعد منها شو عمل؟ بعد ما عمل روتاسيون عمل بيرميتاسيون بين السير بين الاشقر. وهلا بعد الروتاسيون اللي انا عملتها شو الفرق بينه للآ وبين الآ؟ بلاحظ ان الفرق انه السير والاش عملوا بيرميتاسيون بين بعضهم البعض، لكن الآ الكربون تروى عمل روتاسيون سويفي دون بيرميتاسيون. La rotation ne change pas la configuration, يعني ما بعطيه اهتمام، بينما البيرميتاسيون بتعمل انفرسيون دي كونفيغوراسيون، معناتها انه الآ كربون 3 اللي بالآ كان R حيصير S، لكن هيدا عبارة عن 2S 3S 2S 3S 2S 3S. بنجي للي بعده للأتروا. الأتروا هلا كمان هون إذا بدي قارنه أنا هلا بالآ، شو بلاحظ؟ بلاحظ إن الكربون رقم 2 شو عمل؟ عمل بيرميتاسيون بين عفوا رقم 2 ساش ترواسي، لا رقم 2 عفوا، لكن هي رسمة الإكليبسي بتضيع شوية رسمة الإكليبسي، لكن رقم 2 يا صبايا وشباب بعده مثل ما هو، عند الساعة أولى فوق الساعة أشتروا على الشمال وإدروجان على اليمين، الساعة أولى فوق الساعة أشتروا على الشمال إدروجان على اليمين، لكن كان R بيضلوا R، لكن الكربون 3 عفوا كربون 2 لكن ني شونج با سا كونفيغوراسيون بعده مثل ما هو، بينما الكربون 3 الكربون 3 صار فيه مثل ما حكينا بالآدو، لكن عمل روتاسيون وبعد منه بيرميتاسيون. لحتى أوضحها كمان رح برسم أنا هلأ هون الكربون 3 شو عمل بين الآ والآ 3. الكربون 3 صرنا رسمه مرتين، سأش 3 هذا الكربون 3 بالبرودوي آ، سأش 3 بأر هيدروجين، سأشتروا بقر هيدروجين هيدا، لكن الكربون تروى بالآ رسمته على الشمال بس حتى أوضح لكم كيف تحول بين الآ وبين الآ تروى، بين الآ تروى اللي هون. على فكرة بس قبل ما أنسى، اللي فهمين الكور أكتر من غيره، كل شيء عم بكتبه أنا هلأ هون فكر فيه شفهيا دغري بيطلع معه، ما بده شيء نهائيا، كثير سهل الموضوع. هلأ المهم الكربون تروى يلي عمله لاحظوا، هلأ أنا عندي الساش تروى بالأتروى هون. الأول شيء لكن حأبرم الساش تروى لتصير هون، برمتها بهالطريقة بصير في عندي البئر هون وهيدروجين هون. لحد هلا أنا شو عملت أنا؟ لحد هلا أنا عملت روتاسيون للكربون تروى بالآ بالطريقة حط الساش تروى مطرح ما هي محطوطة بالتروى. رح أرجع عيد لكن عملت روتاسيون للكربون تروى اللي عندي بالآ بالطريقة حط الساش تروى مطرح ما هي موجودة بالآ تروى، مطرح ما هي موجودة بالآ تروى. طلعت معي بعد الروتاسيون بيطلع عندي هالفورم هيدا، هالفورم هيدا الساش تروى بتصير هون وبقر هون أشهر. بعد ما هلا حطيت الساش تروى مطرح ما هي موجودة بالأتروى، شوف هلا الأش والبئر إذا ما غيروا محلهم شو معناتها؟ معناتها بيكون الكربون تروى عمل بس روتاسيون، بيكون الكربون تروى عمل بس روتاسيون، انتبهنا؟ هلا شو بلاحظ أنا هلا؟ بلاحظ إنه الأش والبئر عملوا بيرميوتاسيون، عملوا بيرميوتاسيون معناتها بالكربون تروى، لكن بالكربون 3 صار في عنا روتاسيون سويفي دون بيرميوتاسيون، لكن صار في عندي روتاسيون
وبعد منها صار في عندي بيرميوتاسيون لكان بين البئر والاش. الروتاسيون اللي احنا ما نفكر فيها مشان الكونفيجراسيون، بضل الكونفيجراسيون مثل ما هي، لكن الاهم انه صار في عندي لكان بيرميوتاسيون. شو معناتها؟ معناتها كان ار بصير اس، كان ار بصير اس، لكن هيدا عبارة عن 2R 3S، 2R 3S. هلا بس قبل ما انسى، هلا انا هون نحن فينا نفكر فيها مثلا، واللي بدي احكيه هلا بين الاتروا، بين الا والاتروا، في نحكي بين الا والادو مثل ما حكيت من شوي. هو شو فيني اقول انا انه الكربون تروا، هلا بدي احكيها شفهيا للي استوعب، اوكي للي ما استوعب خليها على حكيته على هون. فيني اقول انه الكربون تروا عمل روتاسيون، ببرم بهالحاله الساش تروا، وبعد منا بقول انه الاش والبئر عملوا بيرميتاسيون، وفيني ابرم البئر مثلا لحتى حطها، فيني ابرم البئر لحتى حطها مطرح ما هي موجوده مثلا بالاتروا، حيطلع معي انه الاثنين الجروب الباقيين اللي هن عباره عن الساش تروا والهيدروجين عاملين بيرميتاسيون، او انه كمان فيني الهيدروجين اللي عندي اياها بالا ابرمها لحطه محل الهيدروجين بالموقع اللي هو عندي الهيدروجين فيه بالاتروا، ساعتها بيطلع معي انه في عندي بيرميتاسيون بين البئر وبين الميثيل. المهم لكن بغض النظر عن البيرميتاسيون كيف فكرت فيها والروتاسيون كيف فكرت فيها، كيف ما فكرته باي طريقه اللي كان، برمتوا البئر تحطوها محلها مثل الاتروا، او برمتوا الميثيل تحطوها محلها مثل الاتروا، او برمتوا الهيدروجين تحطوها محلها مثل الاتروا، حيطلع عندكم الاثنين الجروب الباقيين عاملين بيرميتاسيون. المهم لكان في عندي بيرميتاسيون، لكان في عندي انفرسون دي كونفيجوراسيون. هلا في شر ما فيني استفيد من كرام ونيوما اللي استنتج في شر، ما فيني استفيد ابدا. فاذا بجيب الار والاس من الصفر بجيبهم لكان، بيطلع معي هيدا عباره عن 2R 3R، 2R 3 ماشي الحال. لكن جبنا الكونفيجراسيون للا اللي هي عباره عن 2R 3R نيومن او كرام هي ذاتها، وجبناها بالباقيين اللي هي مثل ما انتم شايفين لكن اس ار اس اس ار اس و ار ار. هلا منجاوب لكن على السؤال، لكن بين الآن والآدو لكن شو العلاقة بيناتهم؟ يعني بين هيدا وبين هيدا، بين هول اثنين شو العلاقة بين الآن والآدو؟ اطلعوا هن عبارة عن دياستيريو إيزومير، عشان في عندي اس ار و اس اس. بين الواحد والثلاثة، بين الواحد والثلاثة عندي اس ار و ار اس، اس ار و ار اس نحن قلنا بيكون يا اما انونتومر يا بيكونوا ايدونتيك بحالة البرودوي ميزو، اللي بيحسم الموضوع عن الاثنين كربون اسيمتريك اذا كانوا ايدونتيك مون سبستيتوي او ديفيرامون سبستيتوي. شو بتلاحظوا انتو هلا؟ انه الاثنين كربون اسيمتريك الكربون 3 والكربون 2 هن ديفيرامون سبستيتوي، معناته العلاقه بين الاس ار والار اس هي انونتيومر، هي انونتيومر. هلا بين الواحد والاربعه، بين الواحد والاربعه اس ار مع ار ار دياستيريو إيزومير، بين الاثنين والثلاثة، بالاثنين والثلاثة اس اس مع ار اس معناتها كمان دياستيريو إيزومير. هلا افترضوا من الاول انه هن طالبين من العلاقة بين
الدو والتروا ومش طالبين من البارتي اللي قبل، يعني بس السؤال هو العلاقة بين الدو والتروا وما عندي معلومات سابقة ومش جايب الار والاس. يعني السؤال انديبوندونت هنفترض هو العلاقة بين الدو والتروا وبعد مش عامل شيء نهائيا، مش جايب للار والاس ولا شيء نهائيا. ببعض الحالات يا صبايا وشباب وخاصة بحالة نيومان لما كانوا اثنين بين بعض البعض نيومان، بأغلب الحالات فيني أعرف أنا العلاقة بيناتهم بدون ما أجيب الأر والأس بحالة كانوا اثنيناتهم نيومان، انطلاقا من إنه بشوف كل واحد شو عامل، إذا عامل بيرميتاسيون أو عامل روتاسيون أو مش عامل شيء بالمرة. بين الدو والتروا وافترضوا أنا هلا مش جايب الأر والأس لإلهم، مش جايب الأر والأس لإلهم، شو بلاحظ؟ بلاحظ إنه الرقم اثنين عامل بيرميتاسيون، الأش والأش تروا انعكسوا، والرقم ثلاثة، الرقم ثلاثة لاحظوا عاملة روتاسيون. جربوا مثلا البي ار اللي عندكم يا هون بالرقم ثلاثة، برموها بالطريقة تحطوها محل، يعني بتصير محل الساش تروا، جرب برموها بتبين عندي انه الكربون تروا عامل روتاسيون. البقر إذا برمتها اللي حتى حطها مثل ما هي بالآ دو هون بيطلع مع الساش تروا والأش محلهم، لكن الكربون تروا عامل روتاسيون. الخلاصة انه بحال كرنت الدو والتروا الكربون دو هو عامل بيرميوتاسيون والكربون تروا عامل روتاسيون، ونحن قلنا انه لا روتاسيون لي شانج با لا كونفيغوراسيون، معناتها دي ستيريو ايزومر. بما انه في عندي لكن كربون عنده كونفيغوراسيون لكن انفيرسي اللي هي الكربون دو، وكربون عنده الكونفيغوراسيون فيكس اللي هو الكربون 3 اللي عامل روتاسيون كي نشانج با لا كونفيغوراسيون، لكن القاعده بتقول لي انه دو كربون اسيمتريك كربون فيكس وكربون بيرميوتي الور دي ستيريو ايزومر. طلعت مع العلاقه بين الدو والتروا هي دي ستيريو ايزومر بدون ما اجيب الار والاس، انطلاقا من انه الكربون دو عامل بيرميوتاسيون والكربون تروا عامل روتاسيون. نجي هلا اخر شيء بدون علاقه بين الا والا 4، بين الا والا 4 يعني بين الار ار والثاني هو كمان عباره عن ار ار، علاقه هي ايدونتيك، علاقه ايدونتيك. اللي بعده رقم 18 طالبين منا بالرقم 18 لكن بدهم العلاقه بين كل اثنين بال A وال B وال C اتسترا، بدهم العلاقه بيناتهم. طيب هون هلا هذا الرقم 18 رح أعمل في مقدمة مثل المراجعة، إذا بدكم مراجعة سريعة لمختلف أنواع الرولاسيون اللي مرقوا معنا، مختلف أنواع الرولاسيون اللي مرقوا معنا. واللي بدي أحكي هلأ كتير مهم علشان بالكونكور وبالكلية مش إنه احتمال أكيد حينطرح سؤال رولاسيون، فهلأ رح أجرب أنا هلأ بهال 5 دقائق أو 10 دقائق اللي بدي أحكيهم هلأ بهالمقدمة أعمل مراجعة حتى جمع كل شيء مرق معي عن الرولاسيون لكن بهالمقدمة البسيطة هي. نحن مرق معنا هلا كاحتمالات رولاسيون بين اثنين برودوي او اكثر انه في عندي ايزومر، عندي نوع من الرولاسيون هي عبارة عن ايزومر دي استركتور او ايزومر دي كونستيتوسيون، اللي هن بيكون في عندهم ذات الفورمول بروت ولكن الفورمول استركتورال ديفيرون، فورمول structural different، وهن نحن مثل ما مرق معنا بتشعبوا لثلاث انواع ايزومير دو شان دي بوزيسيون دي فونكسيون. للتذكير سريعا او بلا ما اذكر كل وحده منهم شو الفرق بيناتهم بين الشان والبوزيسيون والفونكسيون بتشوفوهم انتو، علما انه نحن قلنا عن ملاحظه كثير مهمه انه بالامتحان انا مجرد وجود فورمولا بروت وفورمولا بروت ايدونتيك وفورمولا استركتورال ديفيرون فيني مباشره نقول انه ايزومير دي استركتور او ايزومير دي كونستيتوسيون بدون ما ميز اي نوع من هول الثلاثه، خاصه بالانجليزي عشان بالانجليزي ما عندهم
شيء اسمه إيزومير دوشان وبدو ديبوزيت سوف دو فونكسيون دغري بيقولوا إيزومير دي كونستيتيسيون. فأنتوا لكن بحللتوا هيدا النوع الرئيسي بدون ما تفصلوا ما في أي مشكلة نهائية إلا بحل إحنا أجبرناكم بالسؤال. هلا رقم اثنين من العلاقة لكن هي ستيريوزومير. ستيريوزومير نحن هون صرنا بالإسباس. بالإسباس لكن أول شيء ستيريوزومير شو اللي بيميزهم؟ هن اللي بيكون في عندهم ذات الفورميل ستركتورال ولكن ريبريزنتاسيون ديفيرونت دون لسباس. ريبريزنتاسيون ديفيرونت دون لسباس لكن هن بالإسباس بيكونوا ديفيرونت وبالتالي بيكونوا ستيريوزومير. لأن تشعبوا لثلاث أنواع كونفورمير انونتومير دياستيريوزومير. كونفورمير هن لما يكون عند العلاقة بيناتهم هي عبارة عن شو يا صبايا شباب؟ روتاسيون اوتور دو لا ليزون سامبل كربون كربون. انونتومير ودياستيريوزومير هن شو للي مذكر؟ بيكون هلا اللي مذكر قال بينه وبين حاله هن عبارة عن ستيريوزومير دي كونفيجوراسيون. ستيريو إيزومير دي كونفيجوراسيون. لكن نحن بعدين بطلنا نستعمل كلمة ستيريو إيزومير دي كونفيجوراسيون صرنا نستعمل يا إنونتيومير يا دي ستيريو إيزومير. الإنونتيومير للتذكير هني اللي بيكونوا الستيريو إيزومير دي كونفيجوراسيون يلي بيكون علاقة بيناتهم A إيماج دال A بريم و A نو سوبربوزابل افيك A بريم. وقلنا بوقتها إنه دي ستيريو إيزومير هني شو بيكون لكن يا صبايا شباب هني les stéréoisomères de configuration qui ne sont pas enantiomères. يعني أنا بحال في عندي اثنين هن عبارة عن stéréoisomères de configuration ولكن هن ما enantiomères بيكونوا diastéréoisomères. رح أعطي طريقة أسهل بكتير أنا هلا رح محي كلهم. نحن قلنا الكونفورمير هن اللي عندي العلاقة بينها هي بس مجرد روتاسيون. بس قبل ما أنسى نحن مرق معنا بالرقم 17 مثلا كانت مثلا بس معلش حرجع لها هلا بين الدو والتروا. ما بعرف اذا بين الدو والتروا بين معنى لما قارناهم باخر طريقه هلا تذكرتها فحبيت مرقها لاهميتها هلا بجي على رقم 18. بين الدو والتروا نحن مرق معنا انه في عندنا كربون عامل بيرميتاسيون وكربون عامل روتاسيون وكانت العلاقة هي عبارة عن دياستيريو إيزومير. لحكيته ما في أي تعديل نهائيا بس حتى ألفت نظركم للشيء التالي مش معناتها إذا صار في عندي روتاسيون يعني صار في عندي العلاقة هي عبارة عن كونفورمير. كونفورمير بحكي عنا بحال كانت الاختلاف الوحيد بيناتهم هو عبارة عن روتاسيون. يعني صح بين الـ A2 والـ A3 في عندي كربون عامل روتاسيون بس عندي كربون عامل بيرميوتاسيون وبالتالي بقول دياستيريوزومير مثل ما شرحناها. لحتى اقول كونفورمير لازم يكون الفرق الوحيد بيناتهم هو انه عاملين بس روتاسيون. يا واحد من الاثنين كربون عامل روتاسيون يا اما اثنيناتهم ما في عندي اي مشكل. المهم انه الشانجمون الوحيد اللي صار هو عباره عن روتاسيون ساعتها بقول كونفورمير. اما بحال في عندي روتاسيون وبيرميتاسيون فالموضوع اختلف. هي تذكرتها هلا لما انا عم راجع على الكونفورمير والانونتومير والدياستيريوزومير فحبيت ارجع لكم لها. المهم لكن نرجع لموضوعنا ستيريوزومير عندهم ذات الفورميل ستركتورال ولكن هن بيكونوا ديفيرون بالاسباس. بيكونوا ديفيرون بالاسباس. كونفورمير الموضوع سهل بيكون في عندي روتاسيون حوالين الكربون سامبل اللي زو كربون. الانونتومير هلا هن بيكونوا واحد R تنفترض والتاني S أو إنه بيكون RR مع شو؟ مع SS بيكونوا إنونتومير أو RS مع SR كمان بيكونوا إنونتومير. أكيد هون الشرط ما يكونوا ميزو تبعنا اللي هي بحالة اثنين كربون أسيمتريك إيدونتيك موسي بستيتوية. دياستيريو إيزومير هي لما يكون في عندي تنفترض RR مع RS أو مع SR و هكتبها هون و SS مع RS أو مع SR
والاحتمال الثاني للديستيريزومر هو لما يكون في عندي واحد من الاثنين برودويسيس والثاني ترانس. لكن لما يكون عندي واحد سيس والثاني ترانس، يا اما السيس والترانس جايين من سي دوبل ليزون سي، يا اما جايين من الفورم شاز. انا هلا على فكره رجعت لكم كميه كبيره من الكور مرات معنا، لكن هذا لكن بالنسبه للدياستيريوزومر هن جايين من السيس والترانس او جايين من الار والاس. هلا اثنين برودوي ايدونتيك مثلا، يا اما الاحتمال الثالث للعلاقه انه يكون عباره عن دو برودوي ايدونتيك. كيف يعني دو برودوي ايدونتيك؟ يعني افترضوا في عندي واحد ار ار والثاني اس اس، عفوا والثاني ار ار كمان مثل مرت معنا من شوي، والثاني ار ار، او حتى مش بالضروره يكون عندهم كربون اسيمتريك، يعني عندي برودوي ار عملت له شيء معين رسمته بطريقه ثانيه مختلفه وبعده ار، فبيكون العلاقه بيناتهم هو عباره عن دو برودوي ايدونتيك. لكن واحتمال تاني للبرودوي ايدونتيك يا صبايا وشباب، غير انه A و A مثل R R R R او S S S S او R S مع R S etc او حتى كمان بدون كربون اسيمتريك، الاحتمال التاني للبرودوي ايدونتيك هو لما يكون في عندي برودوي ميزو مع الايماج تعوله. يعني ال R S بيكون ايدونتيك مع ال S R باي حالة سي اونا عن برودوي ميزو اللي انا حكيت عنها من شوي بحالة اثنين كربون اسيمتريك ايدونتيك موسي مستتوية. هالعلاقة الثالثة اخر نوع يمكن يكون العلاقة هي عبارة عن شو دو برودوي ديفيرون. كيف يعني دو برودوي ديفيرون؟ يعني بحال في عندهم الفورميل بروت هي ديفيرون، فهني بيكونوا بالاصل منن لا ايزومار ولا ستيري ايزومار ولا برودوي ايدونتيك، عندهم الفورميل بروت ديفيرون بيكونوا دو برودوي ديفيرون. إن شاء الله تكون هالمقدمة هذه تساعدتكم شوية. نجي هلا نبلش لكان بالحل لهالرقم هيدا. لكن مثل ما لاحظتوا بالما انسى، لكان أول شيء بدي اطلع فيه أنا بدي قارن الفورميل استركتورال، إذا ايدونتيك بروح على احتمالات لكان الار والاس وغيرها، اذا كانت ديفيرون شوف اذا هن عباره عن ايزومير ديستركتور. بنبلش هون هول الاثنين يا صبايا شباب، قبل ما حدا منكم يروح يجيب الار والاس مثل ما انتم لاحظتوا من شوي، اذا كانت الفورميل استركتورال ديفيرونت بهالحاله مش بحاجه يجيب الار والاس، ما بتفيدني، ما بيكون ستيريزومير. بأي حالة بجيب الار والاس إذا في عندي الفورميل استركتورال ايدونتيك. إذا عندي الفورميل استركتورال ايدونتيك، انتبهوا لك كثير منيح النقطة، إذا ايدونتيك فكر بالار والاس، إذا ديفيرونت ما في داعي عشان ما بيكونوا ستيريوزومر بالأصل. هون لكن أنا بحال طرحته أكيد إن في كتار يمكن شو يعملوا يجيبوا الار والاس لكل واحد من اثنين كربون. علم هذا الشيء غلط ليه؟ علشان الفورميل استركتورال لأول واحد والثاني مختلفة، لاحظوا بأول واحد كيف هي ولاحظوا بالثاني كيف هي. الفورميل استركتورال ديفيرونت عندي هون مثلا السي اتش دو موصول بي بي ار، عندي هون السي اتش دو موصول بي اتش، لكن هون في عندي ذات الفورميل بريتون، لكن الفورميل استركتورال ديفيرونت بما انه الفورميل استركتورال ديفيرونت معناتها هن منن ستيريو ايزومار، ما العلاقه الار والاس، لكن شو العلاقه بينكم بيناتهم؟ هي عباره عن ايزومار دي استركتور، ما فورميل بريت من فورمولا استركتورال ديفرنت لكن ايزومير دي استركتور، لكن وبالتحديد اذا بدكم ايزومير دي بوزيسيون عشان تطلع بموقع الاو اش والبي ار كيف اختلفوا على الشان، بس ايزومير دي استركتور بتكفينا نحن. ايزومير دي استركتور اللي بعدها هول اثنين في عندهم ذات الفورمولا استركتورال، لاحظوا كربون عليه A B C D وكربون على هون عليه A B C D، لكن عندهم ذات الفورميلا استركتورال. هون في طريقتين، يا بجيب الار والاس بيطلع معي هيدا اس وهيدا ار، معناتها شو لكن انونتومير
أو للي أذكى شوية من غيره منكم، بحال قارن هول الاثنين بين بعض البعض بدون ما أجيب الآر والأس، بلاحظ إنه في عندي بيرميوتاسيون لهالكربون أسيمتريك هذا. بتنعمله عملوا بيرميوتاسيون. بيرميوتاسيون شو معناتها؟ يعني انفرسيون دي كونفيغوراسيون. بما انه عندي كربون اسيمتريك واحد، يعني اذا كان ار بالاول حيكون اس بالثاني والعكس صحيح، فاذا بيكونوا انونتومر. هلا انا اكيد منه انه في البعض بيقول لك كيف لحتى هون بيرميوتاسيون انونتومر، ومرق معنا بالرقم السابق انه بيرميوتاسيون عندي ستيريوزومر. هون بيرميوتاسيون في عندي كربون اسيمتريك واحد فاذا انونتومر، بينما بحال في عندي اثنين كربون واحد ثابت والثاني تغير بصيروا دياستيريوزومر. البارتي سي كمان هون اول شيء بتطلع فيه هو الفورميل استركتورال، هي ذاتها بالاثنين قارنوهم بين بعضهم البعض. هون اكيد ما عندي حل الا اجيب الار والاس، هيدا اس بيطلع معنا هيدا ار، العلاقه انونتومر. البارتي دي هول اثنين يا صبايا وشباب اني فعليا ما عندهم كربون اسيمتريك. لاحظوا هذا الكربون الاول منه اسيمتريك. ليه؟ علشان الاربع بروش اللي عليه هنا عباره عن اش واو اش وسي اش دو او اش، وهيدا عباره عن سي اش دو او اش، فاذا هيدا منه كربون اسيمتري. والثاني هيدا كمان بطبيعه الحال منه كربون اسيمتري. ليه؟ علشان في عندي اش واش على الكربون هو ذاته. ففعليا هول الاثنين ما عندهم كربون اسيمتري، يعني ما حدا يجي يقول لي انه والله هن ايماج لبعضهم البعض وبالتالي انونتومر. ايماج لبعضهم البعض هن انونتومر. ليكونوا انونتومر بدهم يكونوا شو هن؟ ايماج و نو سوبربوزابل، يعني بده يكون في عندي كربون اسيمتريك. هون في عندي كربون اسيمتريك فالايماج لهودي حتكون هي سوبربوزابل، حتكون سوبربوزابل. هلا ما في داعي بالاسباس نتخيلها، ما بعرف شو هول اثنين. المهم ما عندهم كربون اسيمتريك فعليا، هن العلاقه بيناتهم هن دو برودوي ايدونتيك، اللي هي شو هو البرودوي هيدا يلي هو ما عنده كربون اسيمتري، هو سي اش دو او اش. فنفترض او اش هيدروجين وهيدا سي اش دو او اش. هيدا هي CH2 OH وهيدا هي CH2 OH. بتلاحظوا الكربون منه اسيمتريك عشان الاثنين هم مثل بعض البعض. فبهي الحالة انا بحال حطيت OH H او H OH هي زيتا، او H OH هي زيتا. لكن هول الاثنين عندهم ذات الفورمولا استركتورال ولكن ما عندهم كربون اسيمتريك، فاذا اكيد ما حيكونوا لا انونتومر ولا غيره، هن بيكونوا عباره عن دو برودوي ايدونتيك اللي عندهم هيدي الفورمولا اللي معكم اياها هون. الثاني شو العلاقه بين الاول والثاني هون؟ هون كمان بدنا نجيب الار والاس، ولنجيب الار والاس نحن بحاله نيومان قلنا انه شو بنعمل؟ بنحولها لكرام، وبكرام بجيب الار والاس. لحتى احولها لكرام نحولكم اياها هنا هون. هذا الكربون A، هذا الكربون B، إلا نحن كيف منحولها؟ بتطلع تنفترض بالاتجاه اللي حددته، معناتها صار في عندي الA هون والB هون. الA كيف شايفه؟ شايفه بهالشكل، والB شايفه بهالشكل، يعني عندي الفورم ديكالي، الفورم ديكالي. بعد منا أكيد بعد عرفنا الفورم ستاندارد طولة، نحط لقدام ولا ورا. الـ A عندي الـ CH طروالة فوق، عندي الـ OH على اليمين، مطرح ما أنا واقف هون ببرم لحتى تصير أنا بحالة كرام، بتصير لقدام والهيدروجين لورا.
زيت الشي بالبي عندي الساعة اش لتحت. الإدروجين عندي إياها على اليمين بين يومان. إذا برامت لأوقف أنا هلأ وتطلع بكرام مثل ما أنا شايفها هون بتصير لا قدام وقاش لورا. هيدا الـ A. لكن هيدي النيومان حولناها لكرام. أكيد حكيت عنها هون شوي سريعا عشان حكيها قبل مرة فيش داعي كل مرة أحكي عنها بالتفصيل. المهم لكن هيدي حولتها نيومان لكرام طلعت معي بهالشكل. هلا بنجيب الـ R والـ S. هيدا بيطلع معنا S وهيدا بيطلع معنا R وهون بدي بيطلع معنا R وهيدا بيطلع معنا S. شو بعد ناقصني أنا يا صبايا شباب لحتى أتأكد أنا هلا من العلاقة أو بالأحرى أعرف العلاقة على أعرف مثل العادي كل كربون وين هو بين الاثنين، يعني هذا اللي سميته A وينه واللي سميته B وينه. بتشوفون بيطلع مع انه هيدا A وهيدا B اكيد حسب الجروب اللي عليه. يعني مثلا هذا الـ A عليه ميثيل فاذا هذا عليه ميثيل لكن هذا بيكون الـ A. هذا عليه ميثيل فاذا بيكون لا. المهم لكن شو العلاقة بين الأول والثاني؟ عندي العلاقة هي عبارة عن SR مع RS. هون كيف بدي أعمل مراجعة. RS مع الـ SR هن إيماج بين بعضهم البعض. هيدي عم بتذكر بنهاية الكور. المرأة معنا بيكونوا انونتومير بأي حالة بحال هني كانوا نو سوبربوزابل. بأي حالة بيكونوا نو سوبربوزابل إذا عندي اثنين كربون أسيمتريك اثنين كربون أسيمتريك ديفيرامون سبستيتوية اثنين كربون أسيمتريك ديفيرامون سبستيتوية و الار اس مع الاس ار بتكون العلاقه بيناتهم هن برودوي ميزو او انه بقول عنهم ايدونتيك. باي حاله بيكون بحال كانت الار اس والاس ار هن سوبربوزابل. بحال كانوا سوبربوزابل اللي هي باي حاله اذا عندي اثنين كربون اسيمتريك ايدونتيكمون سبستيتوي. أو فيني أفكر فيها بطريقة تانية يعني بكون في عنده بلوند سيمتري للبروبلم ميزو بلوند سيمتري. رح أرجع رجعة هيدي الفكرة لك. الـ RS مع الـ SR اللي هني إيماج بين بعضهم البعض يا بيكونوا إنونتومير يا بيكونوا برودوي ميزو أو إيدونتيك. يعني النونتومير بأي حالة بحال كانوا نو سوبربوزابل هالإيماج اللي هي حالة الاثنين كربون أسيمتريك ديفيرامون سبستيتوية. تراجعوا كوركم. و إيدونتيك أو ميزو بأي حالة بحال كانوا سوبربوزابل اللي هن بأي حالة بيكونوا سوبربوزابل بحال كان اثنين كربون أسيمتريك إيدونتيكمون سبستيتوية أو إنه بحال في عندهم بلوند سيمتري. يعني انا بحرف عندي RS مع SR شو بعمل؟ بتطلع بالاثنين كربون اسيمتريك. اذا كانوا ديفيرامون سبستيتوي شو معناتها؟ معناتها انونتومير. معناتها انونتومير. اذا كانوا ايدونتيك مون سبستيتوي او بين معي في عندي بلوند سيمتري ذات الشيء بكل الاحوال الاثنين معناتها بقول عباره عن برودوي ميزو او هن برودوي ايدونتي. هون بهي الحاله الـ SR مع الـ RS الاثنين كربون هن عباره عن اثنين كربون اسيمتريك ديفيرامون سبستيتوي. ديفيرامون سبستيتوي معناتها انونتومير. معناتها انونتومير حتى كتبها انا هون ما انتبهنا لها لكن هي كاتبينها نحن هون هلا اللي حكيناه فوق. هيدا كانت البارتي اولى. كان البارتي اف منجيب الار والاس هون واحد اثنين بحال رقمتهم واحد اثنين بالتاني واحد بيطلع عنا هيدا اثنين وهيدا واحد. بعدين الار اس لكن اس ار وهيدا بيطلع معنا اس
اس بين الاس ار والاس هيدا، لكن عنده ان اس دو ار وهيدا ان اس دو اس. العلاقة دي ستيريو إيزومر، العلاقة دي ستيريو إيزومر. هلا أكيد تحصيل حاصل أنا مثل هون عندهم ذات الفورميل استركتورال، أكيد كمان يمكن مش عم بقولها كل مرة بس يعني كل مرة لازم أتأكد منها، عندهم ذات الفورميل استركتورال وباللي قبله كمان ذات الشيء، في عندهم ذات الفورميل استركتورال يعني بحال ما ذكرتها ورحت دغري على الأرب الأس معناته في عندي ذات الفورميل استركتورال، هون كمان في ذات الفورميل استركتورال، هذا بيطلع ار ار، هذا بيطلع اس اس، العلاقة انونتومير الاش كمان ذات الفورميل استركتورال، هيدا اس وهيدا اس، العلاقة ايدونتيك. الاي الاي بين فيشر وبين نيومان مثل العادي بدنا نحول النيومان لكراب، محولها قدامكم، هذا بحرر امنه واحد، هذا بحرر امنه اثنين، وهذا واحد هذا اثنين، عم تطلع فيه انا هلا بهالاتجاه، هيدا بيطلع مع نيومان اللي شايفينه انتم قدامكم هون، اللي شايفينه قدامكم هون، واضح. هلا لك منجيب الار والاس، هلا بيطلع عندي هيدا اس وهيدا ار، هيدا اس وهيدا ار، وهون بحالة فيشر اول مرحلة بتعرف وين الواحد والاثنين، هيدا واحد وهيدا اثنين، وبعد منا بجيب الاس والار بيطلع معي اول واحد اس والثاني واحد ار. العلاقة بين الاس ار ان اس دو ار وان اس دو ار هي اكيد ايدونتيك، ان اس دو ار وان اس دو ار ايدونتيك. اللي بعده جي، هيدا الاول اللي بيطلع معنا اس والثاني بيطلع معنا ار، العلاقة انونتومير. ك الكا بتطلع قبل ما اجيب الار والاس في عندي الفورمولا بروت ديفيرنت، لاحظوا عندي باول واحد او اش بيقابلها هيدروجين، يعني السأل موجودة والأش موجودة بغض النظر وين هن موقعهم، والسأش طبعا موجودة بس عندي أش وعندي هون هيدروجين، يعني الفورمولا بريت ديفيرون، الفورمولا بريت ديفيرون ما بعزب حالي لا بأر ولا بأس ولا حتى بإيزومار دي ستركتور، لكن العلاقة بين الأول والثاني هن دو برودوي ديفيرون كي نسون باستير إيزومار ولا حتى إيزومار. اللي بعدها هون في عندهم ذات الفورميل، هون R ذات الفورميل لكن ستركتورال، أكيد بحال في عندهم ذات الفورميل ستركتورال يعني ذات الفورميل بريوت، R R العلاقة إيدونتيك. لا عفوا يمكن نحن نطينا نطة هون، هارجع عيد لكن القائلنا عنه انه عنده الفورميلا بريت ديفيرنت، لكن نجي ل ال ال هو ار ار بيكون دي برودوي ايدنتيك، لكن صلحوها لكن لكن هرجع اذا كان الكا فورميلا بريت ديفيرنت ال ال بيطلع معنا اول واحد ار والثاني واحد ار، يعني دي برودوي ايدنتيك، دو برودوي ايدنتيك. الام هلا الام بيطلع معنا اول واحد اس والثاني واحد بيطلع معنا ار، لكن بيطلع معنا اول واحد اس
والثاني واحد بيطلع معنا R العلاقة إنونتيومر والآن كمان نحول نيومان لكرام كمرحلة أولى هيدا الـ A هيدا الـ B حولناها لكرام بأكيد بعد منا بدي أعرف الـ A والـ B وين هن هون هلا صار في عندي مقارنة لكن بين هول اثنين بيطلع معنا S أو رح حلو طريقتين عم انتبه لها هلا هيدا A B بيطلع معنا لكن رح أنا هلا حتعرفوا ليش S وهيدا S حولنا لكن نيومان لكرام وجبناها إنه هي عبارة عن S S الثاني هلا بحالة طلعته فيه بتلاحظوا إنه فيني أحط أنا A هون و B هون وفيني أحط B هون و A هون عشان الاثنين كربون هن زيتون هن ايدونتيك مور سبستيتويه فهلا المهم هلا A B أو B A هل ترى في فرق بيناتهم بجيب الـ R والـ S بيطلع معي هيدا هون عبارة عن S S يعني إذا سميتها A B أو سميتها B A ما في أي فرق حأوصل لنتيجة إنه عندي مقارنة بين S S و S S تطلع العلاقة هي عبارة عن دو برودوي إيدونتيك لكن بين S S و S S العلاقة هي دو برودوي إيدونتيك من كفي بنوصل لهون لكن مثل العادي حاط الجواب بحال في شي ملاحظة مهمة بحكي عنها أول واحد الجواب هو دي هون بس بعطي هذه الملاحظة انتو عم تحلوه تستعملوها اللي هي انه بالرقم واحد اذكركم بالمعلومة التالية اللي هي انه اذا عندي مولكول بقلبها زيرو كربون اسيمتريك بتكون اكيرال اذا كربون واحد بتكون توجور كيرال واذا اثنين كربون اسيمتريك شو بتكون بهالحالة بتكون كيرال الا بحاله وحيده اللي هي شو صف دون لوكا دان برودوي ميزو بتكون ساعتها بهالحاله اكيرال لكن هيك تستعملوها انت حتكونوا بحاجه الى هذه الفكره الرقم 2 ب الرقم 3 ب وهون بالنسبة لكلمة سنتر ستيريوجينيك يعني ستيريو سنتر يعني بنعني فيها كربون أسيمتريك يعني فيها كربون أسيمتريك الكاتر ب سانك ب سيس دي سات دي ويت سي النمرو ناف لكن بيطلع الجواب هو دي وبحط بعطي هذه الملاحظة عنه حولت لكم يوان هون من أسماء لموليكول هون من أسماء لموليكول عم بيقوله هون بالسؤال أو هلأ السؤال الصراحة بحال أنا بدي أطرحه ما حيكون هيك بدي أعدل فيه حتى يكون أضبط هيك منه كتير ضابط السؤال إنه من هو البرودوي ميزو لسبب لحتى أعرف أنا البرودوي إذا هو ميزو أو لا بدي يكون عندي إياه بالإسباس ليه؟ لأعرف إذا في عندي بلوند سيمتري أو في عندي R و S
اما هون فانا معي اياهم ستركتور بقلب البلون، فاذا ما فيني اعرف انا اذا هو ميزه او لا، فهذا السؤال مثل ما هو مطروح هذاك غلط. غلط. الصح بالسؤال هو كالي او بيان كالسون لي برودوي كي بوف اتر ميزو، مش هو اللي بيكون ميزو، مين هو اللي فيه يكون ميزو، لكن اللي عنده امكانيه يكون ميزو، لكن مش انه كالي او بيان كالسون كالي لي كومبوزي، لكن كال كومبوزي بو او بيان بوف اتر ميزو، لكن كال كومبوزي بو او بيان بوف اتر ميزو، مين هو اللي يكون فيه يكون ميزو. هلا كيف انتم بتجاوبوا عليه بهالطريقه؟ اللي هو في كون ميزو هو اللي عنده امكانيه اثنين، وانا بس حال عندي هذا السؤال مثل ما قلت لكم، وعندي استركتور بقلب البلون، كلنا بنعرف البروتين ميزو بده يكون في عنده اثنين كربون اسيمتري ايدنتيك موست سيمستيتيه، وبعد منه بده يكون في عنده بلون سيمتري او ار او اس. يعني اللي عنده الامكانيه يكون احتمال يكون ميزو بده يكون عنده اثنين كربون اسيمتريك ايدنتيك موست سيمستيتيه، بعد منه في احتمال يكون ميزو. لما ارسم بالسباس ببين اذا في عنده بلون سيمتري او لا، بيطلع معنا انه الواحد عنده اثنين كربون اسيمتريك ايدنتيك موست سيمستيتيه، والاثنين كمان هول الاثنين في احتمال يكونوا ميزو بحال بالسباس في عندهم بلون سيمتري، اما هيدا فالاثنين كربون اسيمتريك ان ديفيرامون سيمستيتيه. لاحظوا الكربون هون عليه مثلا ميتيل، الكربون الثاني عليه ايتيل، في فرق. يعني حتى مبين معي من خلال هون انه ما عندي امكانيه تكون بلون سيمتري، بس هون في احتمال. 10 سي، وهون حيكون الجواب هو انه في عندي 3 كربون اسيمتريك اللي هن 1 2 3، ف 3 كربون اسيمتريك معناتها 2 على بويسونس 3 ايجال 8. 11 سي، وهون كمان رسم لكم اياهم انا كيف هن. هون طالبين من هو اللي ما في عنده ستيريو ايزومير، بيطلع جواب انه هو هذا البرودوي سي. ليه؟ علشان هذا ما عنده كربون اسيمتريك، ما عنده كربون اسيمتريك، بما انه ما عنده كربون اسيمتريك ما في عنده احتمال ستيريو ايزومير، لا ار ولا اس ولا حتى سيس ولا ترانس، بينما البين في بقلبهم كربون اسيمتريك، فاذا فيني العب لعبه الار والاس فيهم بغض النظر اذا واحد او اثنين كربون اسيمتري. اثناش الجواب هو الا. 13 الجواب هو سي. هون بعطي ملاحظة، هون عم يقولوا من هن الدياستيري ايزومير بين بعض البعض. هون بتعتمدوا على اي فكرة؟ على فكرة انه بحال في عندي اثنين ستيريو ايزومير، واحد سيس والتاني ترانس، شو بيكونوا؟ بيكونوا دياستيريو ايزومير. فبتشوفوا انتو هلا بكل مقارنة عندكم اياها شون الستيريو ايزومير. هلا اكيد بيكون في عندي كمان ذات الفورميل استركتورال لحتى اقول انا بعد من انه السيس والترانس هن ستيريو ايزومير، يعني بيكون بالاول هن ستيريو، هن دي ستيريو ايزومير عفوا. رح ارجع عيد لكن السيس والترانس بيكونوا دي ستيريو ايزومير اذا في عندهم ذات الفورمول استركتورال، يعني اذا هن بالاصل عباره عن ستيريو ايزومير. طيب هون مثلا انا بحاله طلعت فيها هيدا واحد لفوق واحد لتحت معناتها ترانس، هيدا لفوق ولفوق معناتها سيس، هيدا لتحت هيدا لفوق معناتها ترانس، لكن سيس ترانس سيس. واكيد هون هلا اذا انت عم تخيلوها بالسباس، تخيلوا هلا انه هيدا السيكلوبروبان هو جاي اوريزونتال، اوريزونتال عم تطلع في اوريزونتال، يعني هودي الليزون السماك هون هن فير لافون. يعني عندكم انتم عندكم هالشحطه هاي، عندكم هيدي الشحطه هيدي هي بقلب الاكران، انتبهتوا؟ و
في عندكم هول تنتين هن اللي قدام، تخيلوا لك ان عندكم انتم اللي قدام اوريزونتال وبعض بنفعكم لفوق ولا تحت، سيس ترانس وهذا ترانس وهذا لا سيس ولا ترانس، لا سيس ولا ترانس، عشان في عندي اثنين جروب مثل بعض البعض على الزيت البرودوي. فبيطلع عندي لكن ليكونوا دياستيريو ايزومير بده يكون في عندي واحد سيس والثاني ترانس، وعندهم ذات الفورميل ستركتورال، ومثل ما حكيناها نحن هلا هون سيس يعني من الجهه ذات الاثنين لفوق والاثنين لتحت، وترانس عكس بعضهم البعض واحد لفوق واحد لتحت. بيطلع معنا لكن بهي الحاله الجواب هو السي. فكروا انتم بالباقيين ال14 الجواب هو دي. هون في فكره جديده هون مش مرقه معنا بالكور، طالبين منا بدهم عدد الستيريو ايزومير. طيب شو بتطلع انا هون شو عندي سيت معقول يعطوني هون احتمالات مختلفه بالاسباس، يعني السنتر معقول يعطوني احتمالات مختلفه بالاسباس. في عندي كربون اسيمتريك وعندي كربون اسيمتريك وعندي دوبل ليزون، عندي دوبل ليزون. طب نحن بالقاعدة اللي قلناها انه دو على بويسانس ان ستيريو ايزومير قلنا عن الان انه هي عبارة عن شو، هي عبارة عن نمبر للكربون اسيمتريك. فينا نعدل فيها هذه القاعدة يقول انه الان هي نمبر دو كربون اسيمتريك دوبل ليزون، بس اكيد دوبل ليزون كي بو اتر سيس اترانس. رح برجع عيد قلنا اللي نحن بالكور انه البرودوي اللي عنده ان كربون اسيمتريك بيكون عنده لا بويسانس ان ستيريو ايزومير، هذه بحط اكيد الديفيرامونس سبستيتويه. طيب هلا صار فينا عدلها لكم انه البرودوي اللي بقلب ان ما بين كربون اسيمتريك وما بين سي دوبل ليزون سي، بشرط اكيد يكون السي دوبل ليزون سي في عنده امكانيه يكون سيس وترانس، بيكون عنده هالبرودوي هذا لكن دو على بويسانس ان ستيريو ايزومير. لسبب ما مثل ما انه الكربون اسيمتريك في عنده احتمال يكون ار واحتمال يكون اس، السي دوبل ليزون سي فيها تكون زد وفيها تكون اي، فيها تكون زد وفيها تكون اي، انتبهنا. فاذا اذا كانت السي دوبل ليزون سي في عنده احتمال سيس وترانس، كيف يعني في عنده احتمال سيس وترانس؟ يعني عندي الاثنين برانش اللي هون مختلفين والاثنين برانش هون اللي مختلفين، بتراجعوا الكورة بتعرفوا عن شو عم بحكي، لكن بعدها ضمن الان هون لكن في عندي انا واحد كربون اسيمتريك اثنين كربون اسيمتريك وسي دوبل ليزون سي، في عندي امكانية سيس بترانس ليه؟ عشان عندي ا ديفرون ا بريم و ا ديفرون ا بريم على الشمال وعلى اليمين، يعني دو على بويسانس 3 ويت ستيريو ايزومير. الكنز جواب هو سي. لا الكنز التغى من عندي هون، الكنز اللي عندكم لكان هيدا دي، الكنز لكان هو دي. الساز جواب هو بي، جواب هو بي لكان. ورح بعطي ملاحظه سريعه عن الباقيين، انتم بحال قرنتوا الباقيين حيطلع معكم هون انه هول اثنين عندهم فورم، هن الطالبين هم هن اللي بيكونوا انونشومير، اكيد بدي اجيب الار والاس، بدي اجيب الار والاس، واكيد مثل ما حكينا بالسابق لحتى يكونوا انونشومير اول شيء بدي افكر فيه انه يكون في عندهم ذات الفورمولا ستركتورال اللي يكون ستيريو ايزومير، بعد منا بجيب الار والاس، بعد منا بجيب الار والاس. المهم الجواب بيطلع هو عباره عن بي. الواحد والاثنين بحال فكرتوا فيهم حيطلع معي انه الفورمولا ستركتورال ديفيرون، فاذا هن بالاصل مش ستيريو ايزومير، الواحد والاربعه بحال فكرتوا فيهم حيطلع معكم دي ستيريو ايزومير، الاثنين والثلاثة بحال فكرتوا فيهم حيطلع عندي انه الفورميل استركتورال ديفيرنت، يعني هن بالاصل مش ستيريو ايزومير.
الأصل مش ستيريو إيزومر. 17 هو C. 18 A. 19 D. 19 D. هون لكان شو عنا هلا؟ خلصنا من الأعمال، هعمل مراجعة، لكن هعمل مراجعة سريعة لهذا الشابتر مثل ما تعودنا لحد هلا. يمكن يكون فيها أفكار جديدة، يمكن يكون في أفكار مرقت معنا بس بدي ضوء عليها أكثر. أول برتيبة المراجعة هون طالبين منا لكان طالبين مننا انه عاطينا نيومان وكومبليت تيكرام وبكرام جربريننا بالاو وبالبي حاطينه مطرح معين. كيف نحن هلا بنحولها لكان من نيومان لكرام؟ كيف بنعملها؟ مثل ما حكينا انه اول مرحله بدي اعرف كل كربون وين كان وين صار. هيدا إذا سميناه واحد، هيدا سميناه اثنين، بيطلع معنا هيدا الواحد وهيدا الاثنين، هي أول مرحلة بالحل. ثاني مرحلة هلا، أنا نيومان الكربون رقم واحد كيف شايفه؟ شايفه بهالشكل هيدا. انتبهنا؟ طيب، شايفه أنا بهالشكل، إذا بدي اطلع بكرام، هل يا ترى؟ أكيد أنا هلا بالنسبة لي المرجعية هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن البي. شوف وين هي. واكيد انا هلا حسب اللي مبين معي بين نيومان وكرام انه انا عم اطلع بكرام بهالاتجاه هيدا من هون لهون. المهم لكن حددنا رقم الكربون كل واحد وين هو بنيومان بكرام، عرفنا باي اتجاه عم اطلع من الواحد باتجاه الاثنين. هلا الرقم واحد بنيومان انا شايفه بهي الطريقه، بحال بدي حوله لكرام، بحال بدي حوله لكرام شو بنعمل نحن؟ عند البي على شمالي بنيومان، عند البي على شمالي بنيومان، يعني هلا واقف بوجه الاكران. اذا بدي اوقف على جنب الاكران هلا بطريقه انه اطلع بكرام بهالطريقه، طلع بكرام بهالطريقه، بصير البي لورا، بصير البي لورا، اكيد بعده على شمالي، بس شمالي هلا مطرح ما انا واقف هون، مطرح ما انا واقف هون شمالي، مطرح ما انا واقف هون هلا بحال طلعت بيدر شمال وانا عم اطلع بكرام بهالطريقه، شمالي صار لورا وهن بدهن اياه لورا، معناتها البي لكان مرسومه بكرام مثل ما انا شايفها بنيومان. السي بتكون هون لكان والا بتكون هون. رقم اثنين انا شايفه بهالطريقه بنيومان، ما بعرف في كربون فرونتال هون، يعني بعرف فيه كربون اريير بس عم برسمها، بس عم بحبر عن موقع الجروب بين بعضهم البعض. شايف انا هلا الكربون رقم 2 بهالطريقه بنيومان، انتبهنا؟ والاو شايفها انا هون اكيد. طيب كيف شايفها انا هلا بكرام؟ بكرام شايفها نزول، يعني اكيد مش مثل ما انا شايفها بنيومان، معناتها بدي ابرم انا هلا الكربون رقم 2 بطريقه حط الاو وين؟ حطها مطرح ما هن جابريني فيها بكرام، يعني نزول. كيف يعني نزول؟ انا هذا الكربون انسوا هلا شو مكتوب هون، قبل احرح اكتب لكم اياه هون. الكربون رقم 2
أنا بحالة طلعت فيه شيفه بهذه الطريقة شيفه أ وأكيد الفورم إجرق أكيد الفورم إجرق الكربون رقم 2 شيفه بهذه الطريقة أنا شيفه بهذه الطريقة معناتها بدي أبرم أنا هلأ هذا الكربون رقم 2 لعندي يا ابن نيومان بطريقة حوله للفورم هذا وبعد منا بحطهم بكرة حاولوا للفورم هيدا بعد ما نحطهم بكرة نبرمه لكان لحتى نحطه بهالفورم هيدا بيطلع معي الاف هون والدي هون لكن الكربون رقم 2 برمنا الاو بطريقة نحطها مطرح ما هن بدهم اياها بكرام وهن بكرام بدهم اياها تحت بدهم اياها تحت فإذا لحتى أبرم هلأ بطريقة حطها تحت بيطلع معي هالفورم هيدا هلأ هيدا الفورم بحال بدي حوله هلأ هيدا الفورم بحال بدي حوله لكرام بيطلع معي دي على يميني بنيومان بوقف أنا هلأ هون لأتطلع بكرام بهالاتجاه هيدا يميني بيصير لا الدين معناتها هيدي دي وهيدي اف هاي دي وهاي دي اف اللي بعدها هلا بعد في طريقه ثانيه اذا بدكم حطيتها عندي انا احكي على كل الطرق وبعد منها تفكروا بالطريقه اللي بدكم اياها الطريقة الثانية هي شو يا صبايا شباب؟ الطريقة الثانية هي انه حول النيومان لكرام مثل ما انا شايفها حول النيومان لكرام مثل ما انا شايفها وبعد منا قارن كرام اللي طلعت معي مع كرام اللي هن بدهم اياها شوف شو في عندي شيء بده روتاسيون النيومان لما حولها لكرام بيطلع معي هالفورم هيدا اللي عندي في انا البي بهالشكل هون وعند الاو هون هلا روتاسيون بحاله كرام البي هلا بتطلع بلاحظوا عندهم اياها بدهم اياها مطرح ما انا رسمها فبحط لك فاذا الا والسي محلهم بالرقم 2 طلعت معي كرام لهيدي النيومان بهالموقع هيدا وهن بدهم اياه بموقع ثاني يعني بدهم اياه فعليا محل مين محل الاف بدهم اياه محل الاف لكن بدي ابرم الاو بطريقه احطها محل الاف تخيلوها لما الاو ابرم احطها محل الاف بيطلع معي الدي لقدام والاف لورا لكن فكروا بالطريقه اللي بدكم اياها هاي الطريقه او الطريقه الثانيه تكتبوها على البرويون او تفكروا فيها بينكم وبين حالكم للطلاب شوي مستوان اعلى من غيرهم عملوا اللي بدكم اياه المهم انه هذا هو الجواب لكان اللي بيطلع معنا بالرقم 2 السؤال هو اني حول هيدي الموليكولا فيشا اكيد هون بتكملون انتم بالهيدروجين يعني 16 ربع 16 ربع هون بس بدي مرق القاعده التالي نحن قلنا بحال في عندنا فيشر فاضي اذا عندنا نحن فيشر فاضي شو بنعمل اون دوار ريسبكتي لي كونديسيون يلي هي شو بتقلي بتقلي انه بدي احط الشان برينسيبال على لين فيرتيكال وبعد منه بحط الفونكسيون برينسيبال اون تيت والجروب كربون البلي جران اون با البلي جران اون با هون ما في عندي فونكسيون برينسيبال غير الالكان يعني فعليا في عندي بس الكان وعليها برانش الفينيل والسيال هن برانش على الالكان عشان البرينسيبال تاعت الالكان هن برانش على الالكان طيب معناتها لكان انه هيدي هي الشان برينسيبال اللي هي عباره عن الكان اللي ما في بقلبها فونكسيون برينسيبال مثل الالكول او الاسيد او الالديهيد او الامين او الالسان او الالسين اتسترا ما في عندي طيب هلا انا هيدي بحال بدي احولها لفيشر وبدي احطها على المربع هيدا نحن قلنا الشان برينسيبال بنحطها على اللين فيرتيكال كثير منيح بنحطها هيك بس ما في احتمالين هون هون نحن القاعده بتقلنا نحن بعدين انا بدي احط الفونكسيون برينسيبال اون تيت
حط الشانة برنسيبال فيرتيكال. اوكي بحط الشانة برنسيبال فيرتيكال، بس بعد منها بدي احط الفونكسيون برنسيبال اون تات لحتى اعرف اذا بحطها، يعني عشان في عندي احتمال بحطها بالطريقه اللي يطلع عندي الماتيل فوق او الماتيل تحت. ما نعرف هون بما انه ما عندي فونكسيون برنسيبال، بما انه ما عندي فونكسيون برنسيبال غير الالكان، غير الالكان يعني ما فيني اطبق القاعده اللي بتقول لي انه حط الفونكسيون برنسيبال اون تات. طب كيف لك عم برسم لك الشانه برنسيبال؟ كيف لك عم برسمها؟ هون بيجي للثالث نقطة اللي هي بتقول لي انه بدي احط الجروب كربونيل بلي جران اون با، تحط الجروب كربونيل بلي جران اون با بين الميتيل وبين الايتيل. الجروب كربونيل الاكبر هو مين؟ هو الايتيل. فاذا بدي احط الايتيل تحت سدو اش 5 تحت بيطلع عندي لك التحصيل حاصل ساش تروا فوق، ساشتروا فوق. هلا كمان الارقام اللي بدي اعطيها هلا هي حسب النوموكلاتير. انا بحال بدي اسمي هذا البرودوي، وبدنا نشوف نحن هلا بالمحاضره اللي جايه حنشوفها اذا هذا البرودوي انا بدي اسميه حيطلع معي النيميروتاسيون للكربون، يعني النيميروتاسيون للشانه برنسيبال هي 1 2 3 4 5. هيدي حنشوفها نحن بالمحاضره اللي جايه كيف بنسميهم بهالطريقه، كيف مرقمنا بالأحرى بهذه الطريقة. طيب ليش عم بحكي عن الترقيم هون؟ صبايا شباب، لما يكون في عندي أنا ألكان ما عليه فونكسيون برنسيبال من اللي ذكرتهم الكول أسيد الديد السان السين أمين إتسترا، يعني في عندي بس ألكان، في عندي بس ألكان وعليها برانش مثل الكلور أو الفنيل أو غيرها، كيف نحن بنحطها بفيشر؟ أكيد الشانة برنسيبال بدها تكون فيرتيكال. بعد منها مثل ما حصرنا نعرف الشانة برنسيبال اللي حتى حطها في عندي احتمالين، يا بحطها بحطها الطرف فوق مثلا، يا بحطها بيطلع معي هيدا الطرف فوق وهذا الطرف تحت او العكس. بهاي الحالة اللي هي فيها الكان ما عليها فوكسون برنسيبال من اللي ذكرتهم اللي حتى اعرف بدي احطها باي اتجاه، بنحط الجروب كربونيل اكبر مثل ما ذكرت من شوي تحت، يعني بين الميتيل والإيتيل حط الإيتيل تحت بيطلع عندي السدو اش 5 فوق تحت عفوا والساش تروا فوق، فبيطلع عندي هيدا الكربون دو هيدا الكربون تروا. او الطريقة الثانية او الطريقة الثانية هي انه بحط لو كربون كيا لو نيميرو لو بلو فابل سيلون لا نومونكلاتور اون هو، اون مي لو كربون كيا لو نيميرو لو بلو فابل سيلون لا نومونكلاتور اون هو. فبحال طبق الطريقه الثانيه، بحكي الطريقه الثانيه غير انه لو جروب كربونيل بلو جرون اون با، هون في عندي هذا الكربون رقم 2 هالكربون رقم 3، في عندي يا اما احط 2 فوق 3 تحت يا اما 3 فوق و2 تحت، لكن لا بحط الكربون اللي عنده الرقم الأضعف فوق بيطلع عند 2 فوق وثلاثة تحت. لكن خلاصة يا صبايا وشباب هون حتى أرجع عيدها، لما يكون في عندنا ألكان لكان ما عليه فوكسون برنسيبال بحط الشانة برنسيبال فيرتيكال. في طريقة تانية، بحط الجروب كربون الأكبر تحت يعني السدو أش سانك تحت والسأش تروا بيطلع معي فوق، يا اما بمشي على النيميروتاسيون بيطلع معي نتيجه هي الذات اكيد، بحط الكربون اللي عنده الرقم الاضعف حسب النوموكلاتور، اكيد الرقم الاضعف بين مين؟ بين 2 و 3، بين 2 و 3، بين 2 و 3 بحط اللي عنده الرقم الاضعف حسب النوموكلاتور فوق، يعني 2 فوق و 3 تحت بيطلع معي ساعتها كمان ميتيل فوق والجروب الاكبر تحت، مش انه 3 فوق و 2 تحت. هون زيت الشيء كمان هلا بس قبل ما انسى كمان اكيد هون هلا الباقيين اللي عندي يون على الكربون، يعني على الكربون رقم 2 في عندنا السي ال وفي عندنا الهيدروجين، على الكربون رقم 3 في عندنا الفينيل وفي عندنا الهيدروجين، كيف نحن بنوزعهم هون؟ حسب الار والاس، يعني انا هون مش عاطي الار والاس لهم، انا الهدف كله من هذا البروبلام اني بس لكم هذه القاعده انه بحال ما عندي فوكسون برنسيبال كيف بنحطها؟ انتبهنا؟ حسب الجروب الاكبر او حسب الرقم الاضعف بين 2 و 3
اما الباقيين فهن حسب الار والاس اكيد بالامتحان بحال انا بدي اعطيكم هذا البروبلم بعطيكم الار والاس للاثنين والثلاثه، فانتم ساعتها بتحطوا الباقيين على الكربون 2 وعلى الكربون 3 حسب الار والاس. هون كمان ذات الشيء في عندي بس الكان بدون فوكسون برينسيبال، وحسب النومنكلاتور الارقام بيطلع معي هون، هيدا رقم 2 هيدا رقم 3 حشوف المحاضره اللي جايه 1 2 3 4 شان البرينسيبال اللي بدي احطها فيرتيكال. هون ما عندي جروب اكبر من 2 لحتى اقول مثل اول مثل رقم 2 هون، حتى اقول والله بحط الجروب كربونيل اكبر تحت ليه؟ عشان في عندي ميتيل وميتيل، فهون اجباري بيطبق الطريقه الثانيه اللي هي بتقول لي بين انه حط 2 فوق و3 تحت او 3 فوق و2 تحت، عم بحكي عن هول 2 كربون اللي انا بدي ارسمهم هون، بين الاحتمال بحط الكربون لكن كيا لي نيميرو لو بلو فابل سلون لانه كلاتير اون هو، يعني بيطلع عندي هذا الكربون 2 هذا الكربون 3 يعني الساش 3 فوق والساش 3 تحت، بيطلع عندي انه بعدين البي ار والهيدروجين بيكونوا على هذا اللين حسب الارولاس، والفينيل والهيدروجين على اللين تبع الكربون 3 حسب الارولاس. الرمارك الرابعة هون تذكير بالكور مثل المراجعة، نحن مرقت معنا أكثر من مرة حالات نقارن فيها الاثنين إيماج إذا بيكونوا سوبر بوزابل أو لا، إذا بيكونوا سوبر بوزابل أو لا. في كتار صاروا يتخيلوها نشيل ونحط وما بعرف شو نبرمها إلى آخره. هلا هون بهيدي الرمارك رح بعطي طريقة كتير سريعة بستنتج من خلالها إذا الاثنين إيماج بحال انطلب مني أو أنا بحال كنت بحاجة لهالموضوع هذا، بستنتج فيها الاثنين إيماج إذا هن بيكونوا سوبر بوزابل أو لا بدون ما أتخيلها وشيلها وحطها ولبك حالي. إذا عندي الموليكيول اللي أنا عم جيب لها إيماج بقلبها زيرو كربون أسيمتريك، حكما حيكون في عندي الاثنين إيماج هن سوبر بوزابل. إذا عندي بقلبها للموليكيول كربون أسيمتريك واحد أكيد حيكونوا نو سوبر بوزابل بدون ما أعذب حالي وتخيلها. إذا كان عندي بقلب الموليكيول وهيدي الأهم اثنين كربون أسيمتريك بيكونوا الإيماج الـ أو الـ بي نو سوبر بوزابل إلا بحالة وحيدة يلي هي إنه بحال كان عندي البرودوي هو عبارة عن برودوي ميزو. بهي الحالة لا بيكون الإيماج هن سوبر بوزابل عشان برودوي ميزو ار اس هو ايدنتيك افيك سون ايماج. بتراجعوا الكور لكن هون لكن اثنين كربون اسيمتريك بيكون نو سوبر بوزابل الا بحال كان برودوي ميزو انا عم جيب له الايماج تعوله، ساعتها حيكون هو الايماج تعوله ايدنتيك. 5 هون نحن هلا عم نحكي عن كيرال واكيرال. الكيرال لكن يعني باي حالات بيكون عندي المولكيول كيرال، هون ما نذكر فيها اكيد نجمعها من كل الكور. القاعدة بتقلي انه لحتى تكون الموليكول كيرال يعني اكتيف جيب لها الايماج وبتكوني نو سوبر بوزابل افيك الايماج طوله. او الطريقة الثانية انه ما عندها بلوند سيمتري. طيب كمان هون انا هلا رح اعمل نوع من الريزومي شو هن الحالات اللي مرقوا معنا كيرال شو هن اللي مرقوا معنا اكيرال. الزيرو كربون اسيمتريك هو توجور اكيرال عشان حيكون في عنده امكانية بلوند سيمتري. يمكن مرق معنا قبله. الان كربون اسيمتريك اللي هو في يكون ار وفي يكون اس اثنيناتهم بيكونوا كيرال. اثنيناتهم بيكونوا كيرال. هلا اذا حابين تعملوا جستيفيكاسيون مثلا اذا بحكي عن الار هذا اول واحد، ليش الار اللي عنده كربون اسيمتريك ار بيكون كيرال؟ الار حجيب له ايماج حيطلع معنا اس. طب والار والاس شو بيكونوا؟ نو سوبر بوزابل، فاذا هن شو بيكونوا؟ كيرال. اثنين كربون اسيمتريك ديفيراموسي بستوي اللي هن اربع ستيريوزومر اربعتهم بيكونوا كيرال. الاربعه والاربعه بيكونوا كيرال، يعني انا بحال في عندي برودوي ار ار مباشره بقول عنه كيرال. كمان اذا حابين تعملوا جستيفيكاسيون مثلا
بقول ار ار ليش كيرا الار ار؟ عشان بحاجه تقول له ايماج حيطلع معي اس اس، والار ار والاس اس انه سوبر بوزال. اثنين كربون اسيمتريك ايدنتيكمون سبستيتويي، ثلاثه ستيريو ايزومير اللي هن ار ار اس اس وار اس اللي هو ايدنتيك مع الاس ار اللي هو برودوي مازو. هذا برودوي مازو الاول كيرال قلنا ليه، والثاني كيرال انتبهنا، بينما الار اس هيدا اكيرال ليه سي لو برودوي مازو اللي هو حكيناه نحن من شوي، انه الار اس والاس ار اللي هن ايماج مع بعضهم البعض بحاله الاثنين كربون اسيمتريك ايدنتيك مو سيبستيتوي بيكون انه سوبر بوزابل. سوبر بوزابل وبيكون في عنده بلون دي سيمتري. المهم لكن بيطلع معنا الاثنين كربون اسيمتريك ايدنتيك مو سيبستيتوي اللي عند ثلاثة ستيريو ايزومير. أول ستيريو ايزومير كيرال قلنا حابين نجربه، جيبوا الإيماج جربوها جربوها الأس أس كيرال، أما الأر أس فهو أكيرال عشان هو البرودوي ميزو اللي بيكون في عنده بلون دو سيمتري. بلون دو سيمتري أو إنه في نفسرها على الطريقة الثانية إنه هو الإيماج إيدونتيك، فإذا هو ما كيرال منه كيرال منه كيرال. بينما على فكرة باللي فوق الأر أس والأس أر هن بيكونوا نياتهم كيرال ليه عشان هن الصح ايماج لكن بيكونوا نو سوبر بوزال. انا هون مش عم قارن الار اس مع الاس ار، مش عم لاقي العلاقه، عم بقول عن كل واحد لحاله. يعني انا بحال في عندي برودوي ار اس مثلا بقلبه 2 كربون اسيمتريك دي يعطيكم العافية. سمعين شيء؟ اي دكتور سمعينا. كنت عم اقول انا انه انا هون مش عم قارن اثنين بين بعضهم البعض، انا عم اقول هون بحال في عندي برودوي هو عبارة عن ار ار، نفترض بدي اعرف اذا هو كيرال او لا، لكن هون حسب القاعده هو بيكون كيرال. بحال في عندي برودوي ار اس مثلا
بدي اعرف اذا هو كيرال او لا. ارقص اذا كان 2 كربون اسيمتريك ديفيرموس سبستيتويه معناتها بيكون كيرال. بينما بحرف عندي ارقص وعندي بعد 2 كربون اسيمتريك ايدونتيك موس سبستيتويه بكون اكيرال. هلا مرقت معنا حاله كمان لها علاقه بالكيرال والاكيرال، هي عباره عن ميلونج راسيميك. الميلونج راسيميك، الميلونج راسيميك اللي هو عباره عن ميلونج دو دو زونتومير اون كونتيتي ايغال بيكون اكيرال. اذا انتم بتقارنوا هالمجموعه هيدي كلياتها بين بعض البعض بتلاحظ انه كل الاحتمالات كانت كيرال، في عندي بس ثلاث احتمالات كانوا اكيرال اللي هن اكثر شيء حيمرقوا معنا بالسنه الاولى، بس مش هن الوحيدين، اللي هن الزيرو كربون اسيمتريك انتبهنا، والبرودوي ميزو والميلونج راسيميك، هاو بيكونوا اكيرال اناكتيف انتبهنا. اما الباقي بشكل عام بيكون كيرال، لكن زيرو كربون اسيمتريك وميزو وراسيميك هاو الثلاثه بيكونوا اكيرال، والباقي بيكون بشكل عام هو عباره عن كيرال. هون برجع لكم مش عم قارن اثنين بين بعض البعض، عم بحكي عن كل واحد لحاله اذا هو كيرال او اكيرال، وبرهناها من خلال الايماج اللي بيكون وصف بربوزابل بكل واحد. وهون طلع معنا هيدا اكيرال عشان في عنده بلود سيمتري او هو بيكون ايدونتيك مع الايماج تبعوله. هيدا الرقم 6 لكان هون 1 2 هيدا اس وهيدا ار، يعني هيدا عبارة عن NS 2R NS 2R. نحكي عن هذا البروبلام ومنوقف لكان. أنا هلأ بحال بدي شوف العلاقة بين هول اثنين العلاقة، لكن هون السؤال مطلوب منا شو العلاقة بين أول واحد والثاني. هيدا البرودوي لكان هو عبارة عن NS 2R NS 2R. نحن قلنا أن أول مرحلة بهيك نوع من الأعمال هي نحن بدنا نشوف كل كربون عندي ايه بالثاني. طب انا بحالة طلعت هلا هون بالثاني، لاحظ انه اول واحد الكربون اللي فوق في يكون واحد وفي يكون اثنين، والكربون الثاني في يكون واحد وفي يكون اثنين. طب كيف بدي احله انا هلا؟ علما انه الستيري والشيمي لثاني واحد هي عبارة عن R S، لكن هرجع عيد شو العلاقة بين أول واحد وبين تاني واحد، شو العلاقة بيناتهم؟ علم أن الأول أنا بحال سميته آن دو حيطلع معي أنا أس دو أر، وهيدا هون في عندي واحد أر والتاني أس. طب هيدا اللي هون التاني هل يا ترى هو آن أر دو أس؟ هل يا ترى هو آن أر دو أس أو هو آن أس دو أر؟ هيدا في يكون رقم واحد وهيدا في يكون رقم اثنين، وحتى فيني سمي اللي فوق اثنين وسمي اللي تحت واحد علشان الاثنين البرودوي هن عبارة عن ايدونتيك موست سبستيتوية. طب شو بيطلع معي انا هلا العلاقة اذا اعتبرنا اول واحد اذا اخذنا فرضية ان ار دو اس، يعني اللي فوق واحد واللي تحت اثنين، بيطلع معي هالاحتمال هيدا. اذا سمينا اللي فوق اثنين واللي تحت واحد بيطلع معي هيدا الاحتمال. هل يا ترى الاثنين بيعطوني ذات الجواب؟ هيعطوني ذات الجواب. ليه؟ علشان ان اس دو ار مع ان اس دو ار رح اقول العلاقه هي عباره عن ايدونتيك. طيب بحال البعض تنفترض هون اعتمد الاحتمال الاول حيطلع معه ان اس دو ار مع ان ار شو دو اس. نحن قلنا انه الاس ار مع الار اس فيها تكون ايدونتيك وفيها تكون سوبر بوزابل حسب الاثنين كربون اسيمتريك. اذا كانوا ايدونتيك موست سبستيتويه بيكونوا ايدونتيك،
بيكون برودوي ميزو، واذا كانوا ديفيرامون سيبستيتويه بيكونوا انونتومير. هون بهاي الحاله بحال البعض سمى اللي فوق واحد واللي تحت سمى اثنين وطلع معه ان ار دو اس هون بالثاني واحد، حيطلع عنده مقارنه بين اس ار وار اس، بس حيطلع معه الجواب هو انه العلاقه ايدونتيك ستان برودوي ميزو. ليه؟ علشان في عندي الاثنين كربون اسيمتريك ان ايدونتيك مون سيبستيتويه. ليه؟ في عندي عاول واحد سال اف بي ار والثاني سال اف بي ار. لكن كيف ما برمتوها انتو؟ كيف ما برمتوها؟ سميتوا اللي فوق واحد واللي تحت اثنين، او سميتوا اللي فوق اثنين واللي تحت واحد، بالحالتين حيطلع معكم الجواب هو عبارة عن ايدونتيك. انتبهنا؟ وهون اكيد في عندي احتمالية لتسمية فوق واحد وتحت اثنين، او اثنين فوق وواحد تحت، عندي احتمالية علشان الاثنين كربون مثل بعضهم البعض، فيعني تحمل ان يكون واحد فوق واثنين تحت او اثنين فوق واحد تحت. وهيدا كان لكان كل شيء بالنسبة لليوم.